اشتهرت بالأدوار الكوميدية وكانت خفيفة الظل على الجمهور وحبوها جدا، وحققت نجاح كبير بأدوارها لحد دلوقتي. هي الفنانة عائشة الكيراني، واللي بالرغم من جمالها المحدود إلا إن جمال روحها ساب بصمة كبيرة في قلوبنا بخفة دمها وطيبتها. اتولدت الفنانة عائشة الكيراني يوم 28 فبراير 1954، وحبت التمثيل جدا وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية، وكان كتير من النقاد بيعتبروها مزيج من الفنانة ماري منيب وزينات صدقي وسناء يونس. التحقت بالمعهد العالي للفنون المصرية وتخرجت من قسم التمثيل سنة 1987، واشتغلت بشكل احترافي من مشاركتها في فيلم سمك لبن تمر هندي سنة 1988. حصرها المخرجين في أدوار المرأة غير الجميلة، واللي قدمت الشخصية بكوميديا لا مثيل لها وتشهرت بخفة دمها. شاركت في العديد من الأفلام، فبالرغم من ظهورها في مشهدين فقط في فيلم الإرهاب والكباب للزعيم عادل إمام، إلا إنها سابت بصمة كوميدية كبيرة في الفيلم، وده خلى الزعيم يستعين بيها تاني في فيلم المنسي وقامت بدور أخته. كمان شاركت مع الفنان محمد صبحي بدور زوجته في فيلم الشيطانة التي أحبتني. وفي الدراما شاركت في العديد من المسلسلات زي عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد والعطار والسبع بنات مع الفنان القدير نور الشريف، وأرابيسكو فوزير ألف ليلة وليلة. وفي المسرح شاركت في أول عمل مسرحي ليها في مسرحية سك على بناتك مع الفنان فؤاد المهندس بدلاً من الفنانة سناء يونس. وفي سنة 2009 شاركت في مسلسل أبو ضحكة جنان، وكان آخر عمل ليها، وبعدها اختفت عن الساحة الفنية. وبعد غياب كبير عن الأضواء ظهرت تاني في أحد البرامج، وشكلها كان مختلف تماماً بعد ما عملت عملية زراعة الأسنان، فتغير شكلها بطريقة كبيرة جداً.